كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد العامي المحترم، والسيد الكاتب العام المحترم. وراه كنفتخروا بهذا إقليم شيف شوان على حد النظام اللي فيها من طرف السيد العامي، كنشكروه بزاف على النظام اللي فيها، ونشكروا النياب البرلمانيين كلهم، ونشكروا العمل ديال البلاد، ونشكروا السلطة المحلية، السلطة ديال كذا تعمل مع المواطن مزيان. وهذا الشيء ديال السياحة على حساب الصين، هذا الشيء عجبنا بزاف، كيفرح هذا الشيء، هذا كيفرح مزيان على حساب هذا اللقاء اللي وقعت مع الصين مع المغرب. وكنشكروا سيدنا على هذا الارتباط اللي ارتبطنا مع الصين في الخير، وان شاء الله دابا امور ان شاء الله غتزيد القدام على حساب الارتباط الكبير مع السياح. والمغرب راه دابا كيفرح على هذا الارتباط اللي كاين عندنا مع صحاب السياح. وهذه المنطقه الجبليه زعما بواحد النسبه راه قد طلب السياح يكونوا مرتبطين فيها بزاف، وحتى المواطن كيفرح بهذا الشيء هذا اللي وقع في البلاد، ودخلت دخلنا العمله كثيره للبلاد من طرف السياح. والسياح لما كانوش راه ما يكون والو، السياح راه كنفتخروا بهم على حساب كيدخلوا لنا العمله للبلاد باش نحاولوا ما امكن نزيدوا للقدام. وان شاء الله باذن الله راه غنزيدوا القدام على هذا التواصل اللي عندنا مع المواطن، والمواطن يرتبطوا معهم جميع المصالح ديالهم ان شاء الله باذن الله، ولرت مع السلطات صغيره وكبيره في جميع المصالح عامه بدون استثناء، ولرت مع الساكنه صغيره وكبيران، لا من النساء ولا من الرجال، والضعفاء والفقراء، والناس ديال الاعمال، الناس ديال الاعمال كنحاولوا ربما ننميوهم باش ينميونا الفقراء والضعفاء في جميع المصالح ديالهم، ونحاولوا ما امكن نزيدوا القدام في هذه المناسبه اللي تثبتنا مع الصين اللي جاو المغرب، تقدموا راسهم المغرب باش نخدموا البلاد ان شاء الله، والكبر غادي البلاد غادي تكبر مزيان. وهذا الشيء هذا زعما كيفرح من طرف المواطن، كيرتبطوا مع بعضياتهم في هذه السياحه. والسياحه دابا المنطقه الشيخ المشرف شاو منطقه جبليه، منطقه سياحيه، هذه ضروري مؤمكن خصنا نكونوا مرتبطين مع المواطن في هذا الشيء ديال السياحه والشباب باش من ينحرفوا لنا شي يمشوا لنا المسيره الخبيثه، ينتشروا هذا الشيء ديال السياحه من طرف النجاره ولا من طرف الدراز ماشي ديال الخياطه ماشي ديال الصناعه، جميع الصناعه مجموعه ان شاء الله باذن الله راه غادي نمشوا بعيد على الارتباط اللي عندنا مع السواح ديال الخارج، كلهم كيدخلوا للمغرب زعما المغرب كيتنمى، وحنا اكبر دابا يمكن واقيلا يمكن حنا اكبر السياح اللي كيدخلوا لاقليم شيف شاون. والشاون تبارك الله على عروسه جيني جميع المسائل ديالها، منطقه خضراء فيها، والمسائل الجبليه والمسائل ديال السياحه، وهذا الشيء كيفرح على حساب هذا الاجتماع اللي اجتمعنا فيه دابا مع السيد الوزير اللي جا، مع الرئيس ديال الصين، والامور زعما مزيانه كتفرح. وحنا كلمه ديالنا الساكنين الشوان كنبغيو لها جميع المصالح ديالها تنمى، لا من طرف السياحه ولا الصحه ولا التعليم ولا جميع المسائل اللي كتناسبها في المصلحه العامه. وان شاء الله باذن الله غادي نزيدوا قدام الطلبه ديالهم كلهم ان شاء الله كنوصلوهم لعين المكان، وان شاء الله باذن الله غادي يستمر هذا الشيء هذا. وهذا الشيء كيفرح دابا يبقى الوزاره كيتواصلوا مع الساكنه، وحنا كنتواصلوا مع الساكنه في جميع المصالح ديالهم ان شاء الله باذن الله. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.